مكلفة العام. احنا دخلناها لأول مرة في السودان وفي تونس تقنية فار. السنة هذه من دور الثمانية حتكون موجودة، وهذا سابق يعني شفنا بطولات قارية النهائي ما فيه. فأيضا من الأشياء اللي أتمنى أنه يكون فيها تعاون يحذو حذوان، أنه فار يكون موجود. الآن يعني كرة القدم بدون تقنية فار خلاص صارت صعبة، فإن شاء الله تعالى أنه تكون متواجدة أيضا السنة الجاية سواء من دور الثمانية أو من دور الستعش في البطولة العربية بإذن الله تعالى. يعني هي مع الأدوار تكون؟ اي احنا العام حددناها في نصف النهائي دور الاربعه، السنه هذه من بدايه الموسم حددناها من دور الثمانيه تبدا تقنيه الفار.